اهلا وسهلا لكبيدات ديالي، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما ناقص خواتاتي حتى شي خير. المهم اختكم يلاه فقت. انا دابا جبت مع خالتي لواحد الفران هنايا باش الدجاج غديرو في الفران، وديك الشيء كاين واحد العراضه، كاين عراضه جايين جاي ولد خالتي ومراته وداك الشيء. ايوا وجبنا الدجاج، راكم عارفين الدجاج في الفران خصوصا ديال الزنقه كيجي. اوين ريحتي؟ وريحتي عطا ريحتي مول الفران. حطينا الطوموبيل في لافاج تغسل، وحنايا غاديين على رجلينا هزين. هادشي كامل غير تفات في الطوموبيل، كانوا غامر مليوحين. ها السباب ها السناد اللي كتجي تشوفي تخمل الطوموبيل كثر ما تخمل الصالون ديال الدار. والله الا كلشي متفتفل تحت، وداك الشيء ما كيبغيش يتحيد. قال لي حميد انا نغسلها، قلت له زيد لافاج لافاج، ما كاينش اللي غينفع على قد لافاج. دابا حنا غاديين للدار، راجعين للدار باش ندوشو ونقادو، وان شاء الله نهار الاربعاء نمشيو لتازه. راكم عارفين بحال خصنا نقادو شي امور عاوتاني في تازه باش نسافر ندي ماما تفوج. يمكن غنمشيو للحسيمه على ما اظن، غنمشي للحسيمه. الحسيمه غزاله حتى هي، فيها ما يدار، فيها حوايج زوينين، فيها بزاف ديال الحوايج. المهم مشينا لطنجه وتبع نمشيو للحسيمه ان شاء الله. يا البنات خاوي كلشي ناعس في هذه الحراره، حتى واحد نطلق على برا، غير حنايا اللي خارجين. حنا مشينا للفران دينا الدجاج للفران، والله العظيم انتو جيت حميد وجيت لهنايا للدار، قلت لخالتي راه ما غايعرفش يصوب الطوموبيل ويجيبها لي، ما غايعرفش غايمشي دخل عليه شي حيط يبغي يدير راسو واعر ويقول والله تنديها لها حتى للدار. ها على غفله، على غفله ويزقطي لي شي كارثه كحله. نحدو ما عندوش لا كارت لا بيرمي، ما كنعترفش به، الوزاره ديالي الشخصيه لا تعترف به. ميم خالتي مسكينه راه مشغوله، راه خايضه خالتي. خالتي يا خالتي شنو كتسلقينا؟ خالتي هنايا البرفوق البنات، هدى غير كتحركو ناري، انا مصباح هدى ما دارت حتى حاجه الصباح، هي ناعسه. عاد فقت البنات، غدا دابا عاد فقت. غير دابا كنت شوفي حنا فين مشينا، وخالتي تلف لها الفران. لالا واحد عندنا واحد مسدود، وقلت لها لا خالتي هذا ماشي هو اللي كنا مشينا ليه. ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مساكن لا حول ولا قوة. لقيتو فيا حق الله، عينو عينو مسح الكاميرا مزيان، سمحوا لي نسكت باش يبان لكم. حنا راه حنا كنصينو هنايا الطوموبيل غتصوت، الله غادي يغسلوها مساكن هاد الدراري. الله يعمر هدر، والله البنات واحد لافاج كاينه هنايا اونفا. واه مساكن اونفا. الصلاة الاخر شوفو حامد مشى جاب لنا الروشارج، ومشى جاب لنا الما، وجايب لنا مسكين تا هو من الصباح هو معاها. مازال لا صاوبوهم. جينا جينا جبنا الدجاج، عرفتو كيحمروه كيحمق كيحمق. جينا جبناه من الفران ودابا غنرجعو. زهري وانا كنعرفو، اه زهري وانا كنعرفو، اه زهري وانا كنعرفو. جينا لالا قال لك للصالون، مش الطريق نيشان. لا دوري من هنا. عرفتوا البنات جينا للصالون، عند واحد الصالون هنا معروف خميسات، ماشي معروف زعما البنات كلشي كيمشيو له.
شحال هادي بنات خالتي كلشي كيمشي ولو جينا لعندها لقينا اللي كتصاوب الحرقوس وكتقطع الشعر ما كايداش مريضه مسكينه الله يشافيها ندور فيها الدكتوره ودابا غنمشي واحد الصالون اخر اختي كنقلبو انا شفتكم ما كنتش مشيت للبحر وكل نهار كنجي كنعوم كل نهار كنغسل وجهي وكل نهار كندير الكوماج على حساب البحر وداك الشيء ما غيطيرش هذا الشيء ما عرفتش ما كاينه كياس شغل فيه شويه ديال الطوموبيلات حطوا ما بصح خصنا نسولو ان شاء الله هو انا غير نمشي لتازا غير دوز هاد الصيف غادي نبيعها هادي باش نلقى شي حاجه ان شاء الله هاديك راه البيضه هي ديالتي والله الا داك البيضه اللي عاجباني حتى انا داك الصغيره هاديك هي ديالتي ان شاء الله صافي دابا نشري لها الكادو في عيد ميلاد الكادو في عيد ميلاد والله بغيتيها بيضه بيضه كلكم عهده كات كات ولا كي دايره هذيك ديال كلشي غيموت كلشي غيموت عرفتي علاش واحد النهار كنا في واحد المجمع ويجي مسكين واحد فقد العقل ويدخل لنا لواحد كنا في واحد المكازا ويجبد هذا الكابوس ديال هكا كابوس ديال الميكا ويقول لنا كلشي غيموت هي ديال دابا كنت غتشري لك بحال هذيك ديال كلشي غيموت اش غنديرها هيك بغات بغيتيها غير بيضه هي عليه داخل انا ما عمرك عرفتي حدا الجامع بن كيران انا بنت خميسات ما عرفتش الدارم ديالي انا انا الصراحه انا خصني داك لا شويه انا بدكم لا انا خصني داك الكري الكري صافي انتيا باش نقل العالم باش اختي نبقى نلقى فين نحط عكازي نحط عكازك انتيا غنجيبك لهنايا كل ما غير نقول لك غدا نحنيو معاها هي على العروسه ولا لا ان شاء الله شوفوا الله يرحم والديك هو نورمالمون كيقول لك هو نورمالمون زعما داك شحال هادي انا نقول لكم البنات شحال هادي كانت العروسه الحنه ديال العروسه ما كيخص حتى واحد يحني بها لا راه كيخليوها صاحبتي كيدير وحده اخرى اخرى البنات هادوك الناس ديال العروسه كيدير وحده اخرى نورمالمون الحنه ديال العروسه ولا الحنه ديال النفسه ولا كتبقى ديالها بوحديتها داك الشيء القديم كيقول لك زعما الشعواده وداك التخربيق واخا انا الصراحه انا ما كنتش كنثق بالشعواده والله ما كنت كنثق بها ولكن داك الشيء اللي داز عليا وليت كنثق بها دابا غندوزو هذيك الطويره مور هاد الحديد مور هاد الحديد شوفي واش ماشي انتيردي هادي هاد الطويره صغيره صغيره ما تمشيش فيها حتى حتى شوفي ما كافياش لا الدور 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 ما قدر دور الدور ترجع لما قدر ولكن غنمشيو نيشان ونيشان راه انتيردي انتيردي غندوزو من هنا نعاودو نهبطو الدوره لهنايا من هذيك متى هذيك فرنسية فرنسا عندنا ما كاينش هذيك بلاكا انتردي المهم احنا خوتي راه حنا غادي نقلبوا على الصالون منين نلقاوه ها انتوما معانا كنقلبوا على الله دابا فاطمه دياني كيف داتني الصباح خالتي عند مول مول هذا انا قلتي علاش ماشي انتردي لا لا دور من دور دور ويلي غادي كنخلينا غير في الدروب غادي يشدونا هنا دور بها خدم عليك وعليها الاخر من هيه انا صايد هاد الجهه اللي سيدوز هذا ندوز وحده الناس هنا لهيه النار شاعله فيه حنا سيدي الله يرحم ليك الوالدين يا ويلي هدى فين هو ها هو اجي وقيله هذه غتوقف ماشي هذا هو اللي وحده في البنات هذا بنت خالي انا نرجع مارشا دير حنا لقينا الصالون كي واش كاين الحرقوس ما كاينش الحرقوس الله المهم انت ما معانا حنا لقينا الحرقوس هي هذيك ما لقيناش هي هذيك ها شايف قبل الحد شايف قبل الحد صافي نحطوها يا غادي نقول لكم الصالون انا هنا وانا هنا ويلي واش تحكوني شنو بغيتي انا هنا وانا هنا انت هنا وانت هنا شوفوا راني صاوبت الحجبان الشفره ولا الحجبان ولا ولكن جاوا بحال اللي زعرين ياكم شوفوا شوفوا اليوتيوب شنو داير في عباد الله الزعره اه لا دابا كون زعر شعري يجي وال عادي مع في بلادي كلشي عادي اصلا جاوني زوينين
المهم جاوني زوينين البنات رايكم واخا انا لست بمقتنعه 100% شوفوا حجباني هما كحال وما بقاوش كيفاش كانوا قبيله ولاو مارو يعني مع اللون ديال شعري هانتوما. المهم خرجنا قضينا شي غرضات راكم عارفين احنا كنوجدوا اختي للعرس كنوجدوا العراس كنوجدوا العرس كنوجدوا العرس حتى الفيديو ديال فوقاش نهار الثلاثاء نحط لكم الفيديو هدى ديال واش فيديو نحط لهم نهار الثلاثاء التحضيرات ديال التحضيرات والحنة وداك الشيء شوفوا انا عينيك لا نخلطوا التحضيرات مع الحنة انت صافا با صافا نو غادي نحطوا التحضيرات بوحديتهم ديال التكاشط اختي علماني نحيد غالك من عيني معليش حنا طبيعه يا ربيعه طبيعه ربيعه غادي نحطوا التحضيرات غير التحضيرات عاد التحضيرات ديال الصالون الكوافوره اللبسه داك الشيء اللي غنلبسوا نهار ديال نهار العرس اي ياك نهار الثلاثه نكونوا حنا حضرنا العرس نهار الاربعاء ماشي اي الثلاثه ثلاثه نكونوا حضارين العرس والاربع غادي نحطوا ديال الحنه والخميس نحطوا ديال كنتسابقوا كنتسابقوا حدا المشاي باش تعرفوا حنايا الطبيعه يا ربيعه خليتي عندك طبيعه يا ربيعه ايوا وحنا دابا شحال الشياطه ديال الضياف كتجيب لينا خصوصا الدجاج ناري شحال كيجيب لنا ناري طلعتو هادي قالت لي شنو قالت لي قالت لي ناري على بقرات البنات عرفتوا باش تاكلوا الشياطه ديال الضياف كتجي بنينه ولاد العراسات ولا خصنا نقولوا لهاديه تخلي لنا العظام هدى خصنا نقولوا لهاديه تخلي لنا العظام صراحه هاديه من هذا المنبر اللي كتسمعنا خلي لنا العظام الله يرحم ليك الوالدين ديال العرس شحال كيجي بنين ما بغيناش حنا هذا الشيء بغينا غير بحال العظومه داك الشيء ديال التمشاش بحال هذا الشيء نوري لك بحال هذا الشيء المهم رحنا كنتعشاو برا دابا تهلاو لي فراسكم نتلاقاو في الفيديو الجايه باي باي عليكم المهم غزاله ديالي لقيتوني يلاه مشيت غسلت وجهي درت له السيروم اللي كنت خديته على ساره اللي في لاكار البارا ديال ساره اللي في لاكار جيت درت هذا المرطب هذا شني فاتي المهم هذا باش زوينه البنات كديريه في الليل كتنوضي في الصباح وانتيا ما يمكنش يعني شنيفات مرطبين اوغوز ناتورال طبيعي وهذا والشفيرات خلاص راهم مقلوبين قلبنا وراكم عاقلين ايوا دابا صافي تكينا غادي نسو الينا مسكينه كتشخر مشكله معذبه ما والو تكينا غادي نعسو المهم حنا مفرشين في الارض درت واحد الحراره كاينه في خميسه راه ما يمكنش نقدر نقول لكم كيفاش دايره البنات بزاف كتسولوني شنو كديري لوجهك شنو كديري لوجهك انا غنقول لكم دابا قبل شنو باش كنغسل وجهي كنغسل وجهي البنات بالصابونه ديال لاغوش بوزي اللي كانت صيفطات لي فرح كتحمق غزاله بزاف ديك الصابونه كتعطي واحد لوفي في الوجه قلت لكم كتعطي واحد النظره للوجه خطيره زوينه بزاف داك الصابونه ديال لاغوش بوزي والبنات اللي غادي اللي كاينين في المغرب ما كنظنش انا كاينه حيت انا سولت عليها في البارا فارماسي هنايا سولت عليها ساره داك النهار قالت لي لا ضروري خص شي حد على برا اللي يبقى يصيفطها لك يعني ضروري خصكم البنات الا بغيتوها سولوا قلبوا يعني شوفوا عائلتكم شي حد واخا غتقولوا لي دابا راني عقت بيكم راه فهمتكم شنو تقولوا ولكن زعما هكا شي حد على برا قولوا له يعني تخلصوه يجيبها لكم خلصوه حاولوا انكم تطلبوا كونتيتي كبيره باش ما تحتاجوش واخا زعما الصراحه كدوز انا فرح سردت لي وحده انا وحده الماما انا راه باقي عندي يعني باقي نغسل بها واحد شهر خور ولا شهرين اخرى ولا يعني غير وحده كدوز ديك الصابونه وكتعطي وموراها كندير السيروم البنات اللي خديته على ساره البارا فارماسي اللي كاينه في لاكار عاوتاني داك السيروم حتى هو غزال عرفتو كيعطي واحد ليكلا للوجه كتنوضي الصباح دابا هانتوما انا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي لا فوندو طال حتى شي حاجه دايره غاسله وجهي مزيان بالصابونه غاسله دابا يعني حاولت انني نغسله مزيان وموراها درت سيروم المهم راه كنت وريته لكم البنات كنت وريته لكم قبل كنحاول انني نوريكم وجهي انا عندي مشكله وحده في وجهي هو المسامات عندي مفتوحين يعني هذا هو المشكل لا غير والبنات اللي كتسولوني منى واش كتحيدي الشعر من وجهك عمري حيت انا الشعر من وجهي لدرجه انا الموستاج هو الاخر ما عنديش واش عباد الله كتشوفوني كنلصق الشفار ودابا هاني قالباهم ها
يعني قلبت هاد الشفر راه مقلوبين ونرسم الحجبان ونصبغهم وغيكون عندي الشعرك وكان عندي الزغف في الوجه غيكونوا غير الحجبان ناظين كي الناس ومقادين كي الناس ما نكونش هكا خصني ضروري نصبغهم ولا نطراسيهم. هذا ما كان الغزالات ديالي، دابا غادي نخليكم تصبحوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي تشوفوها معنا، يا اما غتشوفوا معنا التكاشط اللي اختارينا يا اما على حساب. يلا خليكم معايا واحد